السلام عليكم أصدقائي التلاميذ، ومرحبا بكم من جديد. ونمروا ليكزيرس نيميرو 2. بالنسبة للتلاميذ اللي باقي ما شافوش لا كوريكسيون دو ليكزيرس نيميرو 1، كان مهم جدا، غادي يطلع لكم دابا الفوق، خصكم ضروري ما تشوفوه. ونمروا دابا لا كوريكسيون دو ليكزيرسيس 2، سوا لو بلون مينيو او روبير اورتونورمي او اي جي. لي بوان A دو كوردوني 2 1 B 4 3 et C 3 moins racine 3 et 2 plus racine 3. La première question, calculer cosinus AB AC, puis déduire que le triangle ABC est équilatéral. يلا نبداو على بركة الله. لاحظ معايا، يعني اول حاجة طلبوا مني نحسب لو كوسينوس. حنا كنعرفوا بان لو كوسينوس ABC AC شي خصني نكون حفظتو وكنا شفناه في ليكزيرسيس اللي قبل هذا. سي AB سكالير AC sur la distance AB fois AC. يعني خصني بالضرورة نحسب لو فيكتور AB. يلا لاحظ معايا، لو فيكتور AB مباشرة 4 موان 2 سي 2 اي 3 موان 1 2. متفقين؟ دابا لو فيكتور AC، لاحظ معايا، لو فيكتور AC 3 موان غاسين 3 موان 2، يعني اللي عطينا اللي هي 1 موان غاسين 3. الا درت غير 3 موان 2 اللي عطاتنا هي 1، وتبقى ليا موان غاسين 3. واضح؟ دابا غادي نمشي لوردوني 2 بلوس غاسين 3 موان 1 اللي هي 1 بلوس غاسين 3. 1 بلوس غاسين 3. واش واضح؟ غنحسبنا لي فيكتور، شنو بقاو ليا؟ لي ديستونس، لا ديستونس AB، ندير لا غاسين هكا 2 كاري بلوس 2 كاري، يعني كناخدو لابسيس كاري بلوس لوردوني كاري اللي تعطينا غاسين 4 بلوس 4 8 اللي هي 2 غاسين 2 غاسين 8 2 غاسين 2. نشوفو دابا لا ديستونس AC. لاحظ معايا لا ديستونس AC شنو يكون؟ غادي ناخدو 1 موان غاسين 3 كاري بلوس 1 بلوس غاسين 3 كاري. غادي نديفلوبي 1 كاري سي 1 موان 2 غاسين 3 بلوس غاسين 3 كاري سي 3. واضح؟ بلوس 1 بلوس 2 غاسين 3 بلوس غاسين 3 كاري سي 3. لا تعطينا بإمكاني سامبليفي موان 2 غاسين 3 بلوس 2 غاسين 3 تبقى 3 بلوس 3 6 بلوس 1 بلوس 1 سي 8. دونك غاسين 2 8 غاسين 2 8 سي 2 غاسين 2 2. متفقين؟ هنا كنلاحظوا بأن لا ديستونس AB إيكال لا ديستونس AC. دابا غادي نمرو نحسبو لو كوسينوس AB AC بكل بساطة. لا تعطينا شحال؟ قلنا لو فيكتور AB سكالير لو فيكتور AC 2 سكالير 2 فاكتور دو 1 موان غاسين 3 بلوس 2 فاكتور دو 1 بلوس غاسين 3 سور. قلت لكم بأن AB لا ديستونس AB سي غاسين دو 8، يعني نكتب غاسين دو 8 فوا لا ديستونس AC غاسين دو 8 حتى هي كذلك. واضح؟ غادي نديفلوبي 2 موان 2 غاسين 3 بلوس 2 بلوس 2 غاسين 3 سور غاسين دو 8 فوا غاسين دو 8 8. 2 بلوس 2 4 سور 8 سي 1 دومي. بويسكو le cosinus de AB à C اللي عطاتنا اللي هي 1 دومي، يعني هاد لونغل هذا شحال يكون في نظركو؟ اللي هو بلوز او موان بي سور 3، لان كنعرفوا بان كوسينوس دو بي سور 3 اللي هي 1 دومي، وكوسينوس كذلك ديال موان بي سور 3 اللي هي 1 دومي. واش متفقين؟ يعني شنو نقول بان هاد لونغل هذا اللي ما بين لو فيكتور AB اي AC اللي هو بلوز او موان بي سور 3 موديلو 2 بي. واش متفقين؟ دابا لاحظتي معايا، هنا بينا بان كوسينوس AB AC لقينا اللي هو 1 دومي، يعني قلت لكم بلي لونغل اللي ما بين AB AC، يعني على حساب انا نحط لي بوان، مثلا لو وضعت البوان A هنايا البوان B هنا والبوان C هنا، يعني هاد لونغل غادي يكون هو بي سور 3. ياك بما ان هاد لونغ اللي هو بي سور 3 ولقيت لا ديستونس AB ايكال لا ديستونس AC،
هذاك يعني بان هاد لو تريونغل اي ايكويلاتيرال. واش متفقين؟ قلت لكم عندنا باللي كوسينوس ا بي اس ايغال ان دومي، يعني لونغل ا بي اس اللي هو بلوز او موان بي سور 3. واضحه هادي؟ اي لا ديستونس ا بي ايغال لا ديستونس ا سي اللي كتساوي لنا غاسين دو 8. دونك ا بي سي اي تان تريونغل ايكويلاتيرال. واش متفقين؟ واضحه؟ يلا ونمروا لا كيسيون سويفونت. يلا ونمروا لا كيسيون 2. سوا لو سيركل ديفيني باغ اكس كاري بلس ايغريك كاري موان 4 اكس موان 2 ايغريك موان 3 ايغال ا 0. اي لا دغوات دي ديفيني باغ ام اكس بلس ايغريك موان 7 ام ايغال ا 0 تيل كو ام ايت ان بارامتر ريال. لا كيسيون ا ديتيرميني لو سونتر اي لو رايون دو سيركل سي. يلا لاحظ معايا باش نلقى لو سونتر اي لو رايون دو سيركل سي. عندنا دو ميثود، غادي نخدمو بلا ميثود نيميرو 1 وعاد نمرو لا ميثود نيميرو 2. لاحظ معايا عندنا لو سيركل سي اللي هو اكس كاري بلس ايغريك كاري موان 4x موان 2y موان 3 ايغال 0. من خلال لا كيسيون قال لك بان السي سي ان سيركل، يعني مباشره غادي نمشي نحسب لو غايون اللي هو غاسين دو ا كاري بلس بي كاري موان 4c sur 2. Et le centre oméga de coordonnées moins a sur 2 et moins b sur 2. A, il y a le coefficient de x moins 4, b c'est moins 2 et c moins 3. Donc R, c'est a carré, c'est-à-dire moins 4 carré 16, plus moins 2 carré 4, moins 4c, moins 4 fois moins 3, plus 12 sur 2. Donc, le rayon, c'est racine de 32 sur 2. Racine de 32, il y a racine de 16 fois racine de 2. Voilà. Il y a 16 fois 2, c'est 32. Racine de 16, 4 fois racine de 2 sur 2. 4 sur 2, c'est 2 racine de 2. Voilà où est le rayon. D'abord, je fais le centre oméga. Moins A sur 2, c'est-à-dire moins moins 4, 4 sur 2, c'est 2. Moins B sur 2, moins moins 2, c'est 2 sur 2, les 1. Voilà, yani, pour le simple, on a joué. D'abord, je fais la deuxième méthode. La première, on va utiliser les identités remarquables. Yani, la première chose, on a x carré plus y carré moins 4x moins 2y moins 3 égale à 0. Regarde un probable x mille x, les x carré moins 4x plus y carré moins 2y moins 3 égale à 0. Regarde un haoul, nous cumul, had l'identité remarquable lundi. On est capable de la domaine, on dit x carré moins 2 fois x fois 2. هادي كاملة ليا 4x. اللي بقى ليا باش نكمل ليدونتيتي ريماركابل هو نلقى شنو هي بي. بي اللي هي 2، يعني ندير بلوس 2 كاري موان 2 كاري بحال ما درت والو. واضح؟ وغادي نمشي لي زيكغيك، عندي ايكغيك كاري موان 2 فوا ايكغيك فوا 1، يعني اللي كيلعب الدور ديال بي في ليدونتيتي ريماركابل اللي هو 1، يعني ندير بلوس 1 كاري موان 1 كاري موان 3 ايكال 0. واضح؟ يلا نكمل. قلنا بلي هادي كامله سيتي نو ايدونتيتي ريماركابل x موان 2 لو تو او كاري. هادي كامله كذلك سيتي نو ايدونتيتي ريماركابل دو y موان 1 لو تو او كاري. شنو تبقى ليا؟ موان 2 كاري موان 4، موان 1 كاري موان 1، موان 4 موان 1 سي موان 5، موان 5 موان 3 سي موان 8. لبشات ليها تولي 8. 8 راهي غاسين دو 8 كاري. متفقين؟ 8 هي غاسين دو 8 كاري. دونك يعني انفو كتبتها على الطريقة بامكاني نقول دونك لو سونتر سي 2 2 1، يعني كناخد هاد لو نومبر اللي ابخي لو موان. متفقين؟ اي لو غايون سي غاسين دو 8، وغاسين دو 8 راهو 2 غاسين دو 2. لا كيسيون سويفونت كالكولي لا ديستونس اونتر لو بوان ا اي لا دغوات دي. يلا خليك معايا. لاحظ
كيف فاش نجاوب لا ديستونس اونتر لو بوين ا اي لا دروات دي. عندنا لا دروات دي غادي نكتبوه داخل لا فالور ابسولو. لا دروات دي ديفيني بار ام اكس ديفيني بار ام اكس بلس y موان 7m. متفقين؟ مي هاد الاكس غادي نكتب كوم انديس اكس ا وانا كذلك y ا لان عندي لو بوين ا. متفقين؟ سير هنا ناخذ لو كويفيسيون دو اكس سي ام نكتب ام كاري والكويفيسيون دو y 1 بلس 1 كاري. واضح؟ يلا غادي نغومبلاسي عندنا اكس ا اللي هي 2 دونك 2m بلس y a سي 1 موان 7m سور غاسين دو m كاري بلس 1 اللي تعطينا 2m موان 7m اللي هي 1 موان 5m. واضح؟ سور غاسين de m carré plus 1. وحنا جاوبنا على لا كيسيون ديالنا. يلا نمروا لا كيسيون سي. ديتيرمينو لو بوين ام تيل كو لي دو دروات سون بيربونديكولير. يعني عندنا لا دروات دي اي لا دروات ا بي سون بيربونديكولير. خصك تلاحظ معايا باننا لقينا في لا كيسيون ا الاوميغا اللي هي 2 1. واش متفقين؟ لقينا الاوميغا اللي هي 2 1 وحنا عندنا ال A كذلك 2 1 سيتادير كو A ايغال اوميغا. واش متفقين؟ لو بوين A راه هو لو بوين اوميغا. هنا كيف قلت لكم بان لا دغوات AB يعني اعتبرنا هذا هو لا دغوات AB وخدينا لا دغوات D قال لك بانهم سون بيربونديكولير هذا هو لا دغوات D. واش متفقين؟ وعندنا لا دغوات D ديفيني باغ سيت ايكواسيون اللي هي mx plus plus y moins 7m égal à 0. يعني لا بغيت تلقى شنو هو لو فيكتور نورمال على دغوات دي غادي يكون هو لو فيكتور ab puisque la droite ab et la droite d sont perpendiculaires alors le vecteur ab de coordonnées de 2 et le vecteur normal à la droite D. واش متفقين؟ بما ان le vecteur AB هو le vecteur normal يعني بالامكان نكتب 2x plus 2y plus c égale à 0. يعني هذه هي l'équation de la droite D. وانا عندي ديجا ليكواسيون دو لا دروات دي اللي هي ام اكس بلس y موان 7m ايغال 0. شنو بقى ليا؟ غير نبين حدا هاد الاي نبين حدا هاد 2. شنو تعطينا؟ اللي هي 2m اكس بلس 2y موان 14m ايغال 0. يعني كتلاحظ بان لو كويفيسيون دو y اللي هو 2 لو كويفيسيون دو x اللي هو 2m وانا لو كويفيسيون دو x اللي هو 2. Donc, 2m égale à 2. Yani m égale à 1. Je me tafqen. On marro, la question D, déterminer l'équation de la tangente au cercle C en point B. Yani kif fach gadin déterminer l'équation de la tangente. Kna chfnaha déjà. Hna kif katlahdou maaya. Galouna, bi anna hada droit l'irsnel qalo, chnouya l'équation dialo, ou a tangente. اللي هو طونجونت يعني مماس الدائرة سي فين في البوان بي يعني هاد البوان اللي هي بي وهاد لا طونجونت نسميه اللي هو لا طونجونت تي يعني لا دغوات تي. وحنا عرفنا من قبل بأن لو سونتر دو سو سيركل اللي هو لو بوان ا كاغ ا ايغال اوميغا عندهم ميم كوردوني. واش متفقين؟ يعني من خلال داكشي اللي شفنا في التمرين الأول مباشرة بإمكاني نقول بلي Le vecteur normal à la droite T, c'est le vecteur AB. On a le vecteur AB,
le vecteur AB de coordonnées 2, 2 est normal à la droite T. Vous me savez? قلت لكم إن فوا يكون عندي هاد لادغوات اللي يكون مماس للدائرة في هاد النقطة هادي اللي خدينا يبي فإن من المركز حتى لهاد البوان يعني هاد الفيكتور اللي ما بين المركز وهاد البوان ديال التماس هو اللي كيشكل ليا الفيكتور نورمال أي المتجهة المنضمية واش متفقين يعني هادي هي المتجهة المنضمية هذا هو الفيكتور نورمال واش متفقين عندنا لو فيكتور نورمال سي ا بي يعني شنو نكتب بان لو فيكتور تي غادي يكون هو 2x بلس 2y بلس سي ايغال ا 0 بويسك بي ابارتيان ا لا دروات تي شنو غتكون 2x بي بلس 2y بي بلس سي ايغال ا 0 عندنا الاكس بي اللي هي 4 يعني 2 فوا 4 بلس 2 فوا 3 بلس c'est égal à 0. 2 fois 4, 8. 8 plus 6, 14. Donc, c'est égal à moins 14. Voilà. Yani, donc, l'équation de la tangente T est 2x plus 2y moins 14 égale 0. Voilà. On va simplifier. On va écrire x plus y moins 7 égale à 0. Hadi ou hadi, rahom, bhal bhal. On marro, la dernière question, résoudre graphiquement le système x moins y moins 1 supérieur strictement à 0 et x carré plus y carré moins 4x moins 2y moins 3 inférieur ou égal à 0. Nia ouwel haja, khsne, rsem, le cercle, yani had le cercle hadara déjà indi le centre dialo et le rayon. Gna blé le centre dialo les wa de coordonnées de 1 et le rayon c'est racine de 8. Racine de 8, il y a 2 racines de 2. Je me tafre, il y a un haoul rsan à les deux points. Ou bien c'est la lia à de racine de 8. Il y a un bach rsma. Arfna bi anna la distance ma bil a ou le b. Li anna gt li kom le cercle direct kreben bhalaka. Hadi yal a ou le b kina hnaya. Yani la distance a b. راك تشكل ليا اللي هي لو غايون واش متفقين يعني غادي نمشي نحدد فين كاينه الا وفين كاينه بي كتلاحظوا بان الا اللي هي 2 1 ها 2 1 هذه هي الا البي اللي هي 4 3 1 2 3 4 4 3 4 3 اللي هي هنا متفقين هذه هي البي يعني 2 ا ا بي غاسين دو 8 يعني من ال بي راه هي غاسين دو 8 حيت لا ما عرفتش نجيبها بالتدقيق شحال هكا راه غادي نعرف شنو هي ا بي واش متفقين دو ا ا بي سي راسيون دو 8 اللي هو لو غايون ديالي حنا تمكنا من الرسم ديال لو سيركل سي واش متفقين هذا هو لو سيركل سي ديالنا دابا خصني نرسم هاد لا دغوات هادي نسميها بار اكزومبل هي دلتا ولكن باش نتمكن من الرسم ديالها عندنا اكس موان y موان 1 غادي نوضعها ايغال ا 0 هادي لا دغوات دلتا حيت ما عنديش هنا حتى شي حاجه سميتها دلتا بامكاني نسمي هاد لا دغوات اللي هو دلتا هذا كيعني بان اكس موان زا ايغال ا ايغريك حيت موان ايغريك الا جبتها لهنا تولي لي هي ايغريك غادي نحاول نرسم هاد لا دغوات غادي ناخذ دو بوين لاحظ معايا هنا الاكس وهنا الايغريك غادي ناخذ دو بوين مثلا الا خديت الاكس اللي هي 1 تكون 1 موان زا يعني الايغريك ايغال ا 0 متفقين ولا خديت الاكس ايغال ا 0 الاي غتكون 0 موينز 1 اللي هي موينز واش متفقين حنا خدينا دو بوين باش نتمكن رسم لا دغوات دلتا 1 0 اللي هي هاد لو بوين هادي اي 0 موينز اللي هي هاد لو بوين يعني غادي لي بيناتهم ويعطيني لا دغوات دلتا الا كنكون رسمنا لا دغوات دلتا اي لو سيركل سي بقى لي دابا ريزود غرافيكمون سو سيستيم هنا كيف كتلاحظوا باش نعرف فين ناخذ هنايا فهاد لا بروميير ان ايكواسيون لا بروميير ان ايكواسيون شنو كتعطينا سي لونسوم دي بوين كي فيريفي سيت ان ايكواسيون يعني كيفاش لاحظ معايا الا خديت مثلا لو بوين مثلا الا خديت هاد لو بوين هذا شنو هي هاد لو بوين هادي اللي هي 3 0 واش متفقين معايا 1 2 3 اللي هي 3 0 هاد لو بوين هادي
3, 0. خديت هاد لو بوان هادي دو كوردوني 3, 0. الإكس اللي هي 3 والإيكغيك اللي هي 0. غادي نجي نغومبلاسي شنو تعطينا؟ هي 3 موان 0 موان 1 اللي هي 2 2 بوزيتيف. يعني مزيان، يعني لي بوان اللي كاينين هنايا، يعني فهاد الجانب هذا هو اللي عندنا بهم الغرض، هادو هما اللي كيعطيوني لي بوزيتيف. واش متفقين؟ مي لاحظ معايا، الا خديت هاد البوان هادي دو كوردوني 0 2، هاد البوان هادي دو كوردوني 0 2، لاحظ معايا لو غومبلاسي شنو تعطينا؟ 0 موان 2 موان 1 اللي هي موان 3. موان 3 يعني ما عندي ما ندير بها، حتى هو طلب مني غير الجهه اللي تكون بوزيتيف. انا موان 3 نيجاتيف، يعني هاد الجهه ما غاديش ناخذها، غادي ناخذ هاد الجهه كامله، يعني هاد الجهه كامله اللي من تحت هاد لا دغوات دلتا. دابا عرفنا بان جميع النقاط التي توجد تحت المستقيم دلتا هي الحلول ديال هاد لينيكواسيون هادي. واش متفقين؟ يعني اي بوان خديتها تحت هاد المستقيم، كيف كتلاحظوا معايا 3 0 ملي غومبلاسيتها عطاتنا شي حاجه بوزيتيف، يعني راك تفيريفيها. خديت كذلك جميع النقاط اللي كاينين هنايا، مي الا خديت اي نقطه اللي كتواجد فوق لا دغوات دلتا ما غاديش تحقق. واش متفقين؟ هنا ندير موان وهنا ندير بلوس، يعني لي بوين اللي عندي ولا اللي بغيتهم هما اللي كيتواجدوا في هذا الجانب. يعني بلا ما نرسم هنايا خصك تعقل باللي عندي لي سوليسيون دو سيت ان ايكواسيون كاينين تحت هذا المستقيم، يعني كاينين هنا. واش متفقين؟ بالنسبه لا دوزيام ان ايكواسيون عندي اكس كاري بلس ايغريك كاري موان 4 اكس موان 2 ايغريك موان 3 انفيريور ايكوال 0. يعني ملي كتلقى انفيريور، يعني l'ensemble des points qui sont à l'intérieur et sur le cercle C. يعني جميع النقاط التي توجد داخل الدائرة وعلى الدائرة أيضا. متفقين؟ ملي كتلقى inferior or equal to 0 يعني هاد الدائرة ديالك، واش نطلبو منك تاخد؟ هو هادشي اللي لداخل كامله بما فيه هادشي اللي على الدائرة. واش متفقين؟ لكنو دارو لنا inferior strictomo كنت ناخد هادشي اللي لداخل، ما ناخدش اللي على الدائرة. واش واضحه؟ دابا خصني نشوف التقاطع ما بين هادشي كامل اللي لداخل زائد اللي على الدائره، وكذلك جميع النقاط التي توجد تحت المستقيم دلتا. يعني فين كيتلاقاو؟ لاحظ معايا هنا قلنا بلي ستريكتومو، يعني ما ناخذش اللي على المستقيم دلتا. بما ان عندي ستريكتومو ما غاديش ناخذ لي بوين اللي كاينين على المستقيم دلتا، يعني اللي كيتواجدوا في هذا المستقيم هذا. يعني ناخذ هذا الشيء كله بما فيه هاد بما فيه هاد لو سيركل هذا. واش واضح؟ يعني نتوما غادي تلونوه بلون مناسب هاد الشيء كاملو، هاد الشيء كاملو اللي عندنا هنايا. ما تاخذوش غير هاد لي بوين اللي كاينين على دلتا. نتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم بالنسبه لي دوز اكزيرسيس اللي كنا درناهم. لي باقي ما شافهمش راهم يطلعوا لكم في الاخير، لكن شي سؤال ولا شي اقتراح خليوا لي في لي كومونتير لتحت، حتى نتلاقاو في فيديو اخر ودرس اخر. تهلاو في راسكم، مع السلامه.